مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم جميعا. احنا مع حضراتكم في بث مباشر جديد من محافظة الشرقية. معانا النهاردة قصة غريبة جدا على مجتمعنا، يعني قصة، يعني معانا شاب عنده 34 سنة اسمه حمدي حسام من قرية أرمود صابرة التابعة لمركز ومدينة ديار بنجم. الشاب ده كان مسافر من 2016 لحد 2018، يعني خلال الفترة دي حوالي 17 سنة خارج، حوالي أنا أسف عفوا حوالي 17 شهر في السعودية بيشتغل. خلال الفترة دي طبعا كان زوجته مفروض ان هي موجودة في بلده في مركز مدينة ديار بنجم، هو خلال الفترة دي في شغله في السعودية. نزل فجأة من السفر في شهر 2 2018، ولما نزل فجأة تاني يوم نزوله لقى مراته حامل وبتولد، وطبعا دي كانت المفاجأة بالنسبة له. بيسأل ازاي حصل حاجة زي كده، بيقول ان هم شربوني او اكلوني حاجة، خلوني ان انا اقعد ساكت ما اتكلمش. يعني اسرته هنا في البيت نصحوه، قالوا له ان ده مش الحمل اللي في بطن مراتك، ده مش تبعك، انت مسافر ازاي طول المدة دي كلها وهيبقى مثلا ده ابنك او بنتك اللي في بطنها. فهو بيقول انا ما كنتش عارف ان انا اتصرف ساعتها. لا، وغير كده ان كمان ان هو راح ثبت الطفله الثالثه اللي هو طبعا ما يعرفش عنها اي حاجه، ثبتها في السجل المدني بشهاده الميلاد بتاعتها. احنا دلوقتي هنسمع تفاصيل اكتر منه عن القصه دي، لان هو دلوقتي عليه احكام وصلت لحوالي 25 حكم، كمان مطالب ان هو يدفع نفقات ومتعه لمراته، وكمان يرد لها المنقولات، وعليه يعني مصاريف بتوصل لحوالي 100,000 جنيه. عايزين نعرف اكتر القصه مع حسام، نعرف الموضوع اكتر منه. اتفضل. اهلا بيك على موقع غريب اهل مصر، يعني قرب المايك مني، خليك زي ما انت. كنت في دولة السعودية، سافرت 14/10/2016، نزلت 6/2/2018، ماشي تمام 17 شهر كده. من نزولي اتفاجئت اللي هي على وش ولادة ولدت. انت كنت نازل فجأة؟ نازل فجأة. لما بلغتش حد مفاجأة، زي ما اي حد ما بيعلم فجأة الاهل ومراته. تمام، نزلت وهي ولدت تاني يوم بتاريخ شهادة الميلاد. انت شفتها يوم ما كنت نازل اصلا؟ ولا انت شفتها تاني يوم اللي هي ولدت فيه؟ شفتها انت لما نزلت؟ هي ما شفتهاش الا في نفس اليوم. ادي جواب من السيد رئيس محكمة ديار بنجم بتاريخ شهادة التحركات اللي انا راح اطلعها من مصر، تمام؟ وادي هنا دي، وادي شهادة تحركات الطلوع والدخول من مصر 14/10/2016، 6/2/2018 بالدخول، اهو دخول مصر اهو 17 شهر، تمام؟ تمام. شهادة الميلاد بتاعت الطفلة بقى نخش عليها اهي. هي والدة انت تاريخ شهادة الميلاد بتاعت الطفلة اهوت 7/2/2018، يعني والدة تاني يوم. ازاي؟ انت يوم ما رجعت قابلتها يوم ما رجعت ولا قابلتها تاني يوم اللي هي ولدت فيه؟ لا، قابلتها في نفس اليوم. نفس اليوم. رد فعلك ازاي لما شفتها؟ لا، اصل انا كنت مستغرب على الموقف، جيت يعني رد فعلي يعني ما كانش في كلام بقى في الوقت ده. لقيت امها كانت طبعا عامله زي اي واحد بينزل من السفر، راجل مراته طبخه له وعامله له مظبطه له الاكل، تمام؟ نزلت امها بالفعل حتى تلاقي الاكل اكلت يعني انت نزلت تاكل على طول؟ نزلت اكلوني. انت مش سالتها الحمل ده ازاي والكلام ده كله؟ انا استغربت على موضوع الحمل ده. ايه يا بنتي؟ قالت ده حقنه ومش حقنه معلقه وراكنه 6 شهور. طب ازاي؟ ما بقتش مستغرب على الكلام. طب ازاي انت كل المده دي كلها؟ طيب انت خلال الفتره اللي انت قضيتها في السعوديه 17 شهر دول، تمام، الفترة دي هي سافرت لك انت؟ لا لا أو لا لا ما شفتوش بعض؟ لا ما شفناش بعض خالص. ما شفتوش بعض؟ ما جاتش. دماغك كانت فين او ما استوعبتش ان هي ازاي حامل؟ ما جاتش للسعودية. 17 شهر بره؟ ما جاتش للسعودية خالص. اهلها قال لك ايه كمان؟ هم يعني هي امها ربنا يكفيك الشر.
عملت لي اعمال وبهدلتني ودمرتني يعني، بس خربت الدنيا كلها. إيه؟ امها قالت ده خدت حقنه من الوحده، وحقنه طلعت راكنه وطلعت فاسده وعلقت 6 شهور. قلت لها ازاي ليها تاخد حقنه تلك المده دي كلها؟ قالت لي اسكت، ما تعرفش حاجه بالكلام ده. بقيت يعني مستوعب ازاي يعني انت صدقت كلام حماتك؟ اقتنعت بكلامها، وقاموا واخدين من البطاقه وراحوا سجلوا البيت. طبعا انا كنت معاهم بس ماشي عامل زي التايه على حسب النيه، يعني على حسب نيتي من جوايا. المهم قعدنا سكتنا، البيت اتكتبت. جت فتره بعد كده بقى من 2018 لغايه 2019 حصلت حركه سرقه، كانت هي السرقه عندي هنا في الشقه بتاعت ناس عندنا جيراننا. نص السرقه طلع من شقتي انا مطلعها على يد الجيران، والنص الثاني رحت طلعته من عند امها برضه على يد الجيران. كل حاجه موجوده تمام. في الحاله ديت بقى حصل ضرب وشتيمه وتزعيق. قالت ايوه انا اللي سارقه، انا اللي جبت البت دي مش بنتك، وانا اللي عمل علني. قالت لك كده بقى ساعه ما موضوع السرقه ده حصل في الشقه، قالت البت مش بنتك وانا عملت لك عامل في الاكل، انت ما تتكلمش ولا تتكلم ولا تسمع. عامل انا عملته ده تمنع الكلام وتمنع السكوت. طبعا قمت ساعه ما هي قالت كده بقى قلت لها خلاص طب لم هدومك واتكل على الله روح عند اهلك. قعدت 3 سنين على ذمتي من دون ايه طلاق. اما رحنا بقى عشان نحل ود قبل ما احبش الشغل المحاكم، قلت عشان خاطر العيال الصغيره يعني مش وش محاكم. قالت لا ومش لا. رحت كبارات البلد يا جماعه الامر، واحد اتنين تلاته اتلموا عليا وضربوني وبهدلوني زي ما تقولوا قولي. انا ما كنتش عايز اشتكي، انا ما كنتش عايز اشتكي اعمل حاجه. هم اما ضربوني واتلموا عليا وبهدلوني. طبعا كنت شاكي من 2019. انت طبعا محامي، بس يلا ربنا يسهل لسياده المحامي ان كان عمل خيرها يقعد له في صحته علني. انت بتقول ان انت رحت سبت البنت السجن تمام. كنت معاهم بس ما كنتش ضارب اي حد. بعد ما كنا وشربنا كنا وشربنا ما مصدقهم وماشوا معاهم على حسب النيه وحسب الطيبه بتاعتي. حسب النيه وحسب طيبتي تمام. اما حسب بقى موضوع السرقه ده في 2019، بنت مش بنتك وانا اللي كاتبها عليك غصب عنك وي 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 القصه انت عارفها دي كلها، وانا اللي عملت لك حطيت لك عملت لك بتاع عمل في الاكل، انت ما تتكلمش ولا تسمع. قلت لها خلاص. واما النفر فاق قلت لها خلاص خدي بقى حاجتك روح عند ابوكي. ابتدينا احنا نحل ودي. دلوقتي انت لما رجعت من السفر تمام، الفتره من ساعه ما انت رجعت من السفر لحد ما انت قررت ان انت ترفع دعوه او تعمل محضر، وايه اللي خلاك ان انت تعمل المحضر دلوقتي؟ طب ما انت من اول ما جيت عارف باللي حصل وساكت، يعني ايه اللي خلاك ان انت تعمل محضر او ترفع دعوه؟ انا ما جيت يا استاذه، ما كنتش بساعد مع عملوا العمل في الاكل، ما كنتش دارب اي حاجه خالص. ماشي احنا عدينا للنقطه دي. انا بتكلم عليك انت ايه اللي خلاك دفعك ان انت تعمل محضر؟ ما انت سكت الفتره دي. هي اما قالت بقى البت مش بنتك ساعه اللي فوق الدنيا دي كلها موضوع السرقه اللي هي بتاعت الجيران دي. حسكت في هدوء. ساعة ما حصل موضوع السرقة طبعا الجيران جم هنا خدوا حياتي من فوق من شقتي، نص الحاجة انا اللي مطلعها. ضربت بقى ساعة ما حصل موضوع السرقة، قمت ضربتها وقالت ادب عليها. موضوع الضرب ده قالت البت مش بنتك وانا كبالة غصب عنك، وانا اللي عملت لك عمل في الاكل انا وامي عشان انت ما تتكلمش ولا تتكلم ولا تسمع. طبعا كنا في 2019 ورحنا بقى عشان نحل ود، اتكتروا عليا وضربوني تمام. قلت خلاص انتوا كده كده نشتكي بعض، تمشي زي ما تمشي. اشتكينا بعض من 2019 لغايه هذا الساعه، والبت على اسمي وبتاخد نفقه زيها زي العيال. بيرضوا مين يعني؟ مش كفايه ليا على اسمي وكمان يحطوا لها فلوس اسد منين؟ انا عليها 25 حكم وهي كلهم يخش لهم في 100,000 دلوقتي اجيب منين؟ ودي كده يا استاذ كانوا جايين ياخدوا العزال امبارح بتاعها والمطبخ حكم طالع بيه. ضدك احكام حوالي 25 حكم كلهم غياب، كلهم نفقات، مش حاجه وحشه لا سمح الله. كلهم فلوس عليا اجيب منين؟ طيب والمديونات اللي عليك قد ايه؟ والله يا دلوقتي المصاريف ما تدوريش، صرفت كتير. خدت شقه كله من السعوديه، سفر وكله. انا كنت باخد في السعوديه كنت طالع على راتب 1300 ريال، بحش 300 وبعت لها ال 1000 كل شهر بتروح تاخد 1000 ريال تمام. يعني انت خلال الفتره دي كنت بتبعت لها مصاريف عادي بتكلمك ما كانش في اي حاجه. جت في فترات اخيره بقى كده كنت ببعت لها التليفون بكرتون كنت تقعد تبيعه، البطاطين كانت تاخدها تبيعها. ما انت خلاص واحده مشيت في السكه دي هتبكي على ايه؟ خلينا في النقطه دي دلوقتي. انت لما عرفت ان الموضوع بتاع ان هي مش بنتك واعترفت لك وانت رحت حرمت محضر، انت مش حاولت ان انت تعمل تحليل لبنتك دي؟ ما سياده المحامي اللي كان معايا قلت له احنا دلوقتي عاوزين نحلل. طبعا لما قدمنا الورق في المحكمه زي ما انت شفت كده واحد واحد يساوي اثنين، هو مش عاوز اصلا تحليل. هي حل بعضها. هو ربنا حلها من عنده. قال لك اهو هي عملت انا حلت لك. خلاص
طبعا سياده القاضي ما طلعش قرار بالموضوع التحليل ده، بجد طبعا من المحامي يا عم احمد هنكسبها هناخدها دخل لك السجن، واتبين انقلبت عليا، انت بنت ليه يا عم؟ انا عملت معاك ايه يا عم احمد؟ انا عمال قلت 6000 جنيه وكان في شروط، خدت ال 6000 عملت لي ايه يا عم احمد؟ قال لي انا جبت لك نفقه للبنتين لهم اولاد 500 جنيه، قلت له يا حلاوتي فرحتي ب 500 جنيه البنتين؟ طب ما هي الثالثه اتحط لها نفقه، هي تاخد نفقه زيها زي العيال دوكت، بياخدوا 3000 ونص 500 500 500 يرضي مين؟ عيالي متبهدله، تاخد عيالي تشحت عليهم في البلاد، خلوهم يسرقوا نفلس وسجر موت وينزلوا ويسالوا زي ما انت شفت صوره عيالك كده، طلع دين ابوه معنا صح، تقول لهم ابوكم مات انتم ما عادش لكم اب لاولادي، عندي بنت كبيره كان عندها 9 سنين تقول يا بابا تتعب بتقول لنا انت مت. طيب خلال السبع سنين انت عشتوا معاها قبل ما تسافر، تمام، تصرفاتها يعني اخلاقيا كانت تدل انها مثلا ممكن تعمل حاجه غلط او انها مثلا والله هي كانت بقليله الادب ودايما متفاعله في كل تصرفاتها معايا. يعني تصرفاتها تدل تخليها مثلا تعمل حاجه زي كده؟ هي ما عملتش حاجه تبعنا من سافرت بعد ما انا اخذت بعض واتقلت على الله، قلت طلع شوف لقمه عيشي وانا بتغرب ليه؟ لنفسي، لو انا شايف نفسي هقعد هنا لقمه هنا لقمه هناك ماشي الحمد لله رضا عند ربنا، بتغرب ليه؟ ما عشان خاطر عيالها. طب حضرتك دلوقتي بتقول انها اتجوزت. اتجوزت وجوزها معاها 3 صبيان وبتاخد بنت من جوزها اللي هو الجديد اللي معاه ومخلفه منه كمان بنت. جوزها ده من هنا من نفس لا من البلد ورانا حته اسمها اللبه هنا. طب هو كان عارف بالموضوع ده قبل ما يتجوز؟ انا ما اعرفش بالحوارات دي، ده حاجه تحت هو بقى العلم عند العالم. ازاي انت متجوزه واحد معاه 3 صبيان وبتاخد بنات تدخلها على الصبيان تيجي ازاي؟ ويباتوا هناك ليه؟ ورافع عليا مسكن بالعيل ليه؟ هي بناتها معاه دلوقتي. كل العيل هناك، انا قعدت 5 سنين ما اجيبش عيلي ولا اشوفهم. لغايه هذه الساعه ما اشوفهمش الا في الشهر زي ما انت بتشوفوا هدوم متقطعه يا اما بيشحطوا يا اما بيسرقوا. دي اللي بشوفهم فيها، غير كده شوفهمش. طب انت ليه عملت معايا كل ده؟ انا عملت معاك ايه؟ خنت العيش والملح والعهد ليه؟ وكسرت ظهره ودمرتني ليه؟ يعني اجا انت يعني سبت ابو البيت وجات تشطري عليا يعني؟ لما كنت تروحي له يا اختي مثلا بالفرد روحي له، يعني كفايه عليا اللي انا فيه. يعني كتر الف خير جيت هذه الساعه يا استاذ. اعمل ايه؟ وبطالب الناس المسؤوله في الدوله والسيد رئيس الجمهوريه يقفوا جنب مني في النصيبه اللي انا فيها دي، لازم نشوفوا لها حل، لازم البيت تشمع على الاسم، شوفوا من ابوها. هو انت ازاي يعني طول الفتره دي من قبل ما تعترف لك ازاي كنت ساكت كده؟ ما هو الاعمال يعني عمل ايه اللي يخليك ساكت في يا استاذه؟ في اعمال ربنا يكفيك الشر بتقعد على كام سنه خليك مستسلم مش حاسه بحاجه وعايش معاها. هي العمل بتعمل لك مره واحده؟ طب ما هو دايرك طول ما هي معاكي بتعمل لك في العمل عشان ما تتكلميش. عشت معاها قد ايه من وقت ما ولدت لحد ما الوقت اللي انت عرفت فيه الواقعه دي؟ اعتبر انا كنت نازل في 6/2/2018 لحد اول 2019، ساعة ما حصل موضوع السرقة في اول 2019 دي اللي فوق النفق. يعني قعدت معاها حوالي سنة؟ ممكن اقل من سنة. اقل من سنة؟ موضوع السرقة بعد ما جيت طلعت من سنة دي كل الفترة دي كلها والبنت قدامك وبتكبر بتكل حياة وبتكبر وعلى الطبيعة عادي جم حصل موضوع السرقة بقى والضرب والشتيمة. انت حسيت بتصرفاتها بحاجة في البنت؟ ما كنتش حاسس بحنية من ناحيتها خالص. زوجتك كانت دايما متفعلة. دايما البنت التالتة دي سبحان الله حتى لا لو انا بسأل تصرفات زوجتك خلال الفترة قبل ما انت تعرف بعد ما كانت من السفر، انت رجعت من السفر تمام وقبل ما تعرف ان البنت مش بنتك تمام كانت بتتعامل معاك ازاي؟ هي كانت دايما مفعلة في كل حاجة معايا، تحس ليها مستفزة كده، تحس ليها عايزة تنتقم منك يا اما تولع فيك يا اما تجيب بطنك نصين. طول ما هي معايا كان بيبقى رد فعلك ايه؟ انا طول ما هي معايا كان في أعمال. اعمال 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 يعني انت مستسلم. هي شخصيتها قوية عنك؟ مش موضوع شخصيتها قوية عني. هي البنت دي تركب لنا في الشر شوية يا أستاذ، اللي بتمشي في السكة دي يعني ربنا يكفينا الشر ويسترها مع المسلمين كلهم، وربنا ما يكتب على أي حد ولا أي حد يشوفها ولا أي حد يتحط فيها. الزعل أشد من المرض، وأنا زعلت وجعتني في قلبي. تعالى يا عم نعم أنا حجنا خلينا نبدا ودين خلينا نبدا يعني دلوقتي ابن حضرتك سافر 17 شهر بره رجع لقى مراته حامل خلال الفتره دي عايشه معاك هنا في البلد ما كنتش بتشوفها مش باين عليها مثلا انها بطنها مثلا تبين انها حامل ما كانتش بتبان على طول في بيت ابوها. طب حضرتك عرفت منين انها حامل امتى انها حامل من البلد ومن السواق امتى قبل ما ابنك يرجع ولا بعدها قبلها
قبل ما ابنا ترجع قبل ما يرجع بقد ايه؟ والله استاذه ما انا فاكر ده حقيقه بقى لها فتره ما كلمت ابنك وقلت له هو بره؟ هو عموما قدام منك انا بكلمه هو قاعد اهو. ما انت انا عايزه اعرف بقى النقطه دي عشان هو بيقول انا نزلت اكلوني وشربوني وعملوا لي اعمال. هو حضرتك ما عرف هو بره قبل ما ينزل؟ لا ما كنتش اعرف. ما كانش يعرف. مش عرفت. ما عرفش ما حدش يعرف. ما كانش بيتكلم. هم دول ما كانش يعرفهم. هو حضرتك كان ده العيله بتاعتنا كلها او الجرايب ما كانش يصدق كلام حد مننا. ده انا حجج عليكم، ده انت كبرت وخربت من العيا، يعني كل اتجاه هو كان مصدق كلام الناس دي. انما احنا بالنسبه لنا ما كانش مصدق كلامنا نهائي. طب قلت له ايه يعني؟ بالنسبه لايه؟ الموضوع ده لما هو نزل وعرف ما كانش برضه مصدق كلامنا. انا بقول له قدام منه نعم لما اتعمل عمل كلامنا احنا وكلام عمته الله يرحمها ما كانش مصدق كلام حد. كل الاتجاه بتاعه هو كان مصدق كلام ده كامل، حتى ولا مؤاخذه لما خدت بتاع من منشر من فوق بتاع مصاروة خدت وثيقة واحدة وخدت بتاع بلد. مش كنت بتقابلها في الشارع بتشوفها قبل؟ ما احبش اقابل الاشكال ده اصلا بقى. بس حضرتك عرفت قبل ما ابنك ينزل من الصحيح. احنا عارفين قبل ما هو ينزل. طب مش قلت له؟ ما كانش مصدق كلامنا حضرتك. لا قلت له هو بره. لا ما كلمتوش. لا ما قلتش له اي حاجة. وانا في الخارج ما كنتش بكلمه. وعموما كل حسام صغيرة وكبيرة كان بيسمع كلام الناس دي. انما ابوه او اهليته او قرايبه او عماته ما كانش مصدق كلامهم. انا بقول لك قدام انه اهو كان كل الاتجاه كله مع الناس دي هي قد الموضوع كله بتاعه. اتفضل يا استاذ سيد. عبد الله صادق. انا لسه متابع الموضوع قريب عامه تاني. القضيه كانت مع محامي تاني وطبعا لما الموضوع اتعرض على حضرتك والله الموضوع اتعرض عليا وحسام ما كانش معاه. نفسك الاول عبد الله صادق المحامي من ديار بنك. طبعا الموضوع لما اتعرض عليا انا ما كنتش اعرف حاجه عن الموضوع غير من اسبوع بالظبط تفصيلا. استاذ حسام ليا هو واخوه ومعاهم الورق شهاده تحركات، فقلت له ازاي الكلام ده؟ طب انت فين المده دي كلها؟ فقال لي طبعا نفس الكلام اللي قاله لحضرتكم دلوقتي. طب ازاي؟ طب ما كانش معاك محامين؟ قال لا كان معايا محامي الاستاذ احمد عباده وشغال. قلت له تمام شغال اكيد مش هيأثر يعني الموضوع خلصان. فقال لي لا ده انا عليا احكام. قلت له خلاص اديني بياناتك وبياناتها وانا هكشف عليكم واشوف الوضع القانوني ايه بناء عليه اقدر احدد هشتغل ازاي. بالفعل بدات من ساعه ما جالي من حوالي 10 ايام او اسبوع بكشف على القضايا، لقيت كل القضايا بتاعته احكام نهائي، يعني في نفقات ثلاث بنات احكام نهائيه، استئنافات نهائي مواعيد عدت، في دعاوي حبس مرفوعه يا الدفع يا الحبس، خد برده فيها احكام نهائي. قائمة المنقولات الزوجية على كلامه عفوا على كلامه ان القايمة ان هي بعد جزء منها مكان مسافر وتبيع وتشتري، وهو مطالب طبعا ان هو يجيب نفس الحاجة او يرد قيمة المنقولات بما فيها المصاغ الذهبي المنقولات كلها يردها. طبعا هو ما يمتلكش اي حاجة دلوقتي نهائي. فكشفت على القايمة برضو لقيت فيها احكام نهائي وبدأوا ينفذوا عليه وفي قرار بالكسر ان هم يبدأوا ينفذوا ويشيلوا المنقولات اللي موجودة. طب مفيش اصلا منقولات موجوده في الشقه المسكن الزوجيه، مفيش غير شويه كراكيب زي ما بيقولوا. وطبعا بحثت ان اشوف في محاضر اتعملت، لقيت في محضر بالفعل معمول من 2019 اللي هو انكار النسب والكلام من ده. بطلع على المحضر لقيت المحضر اتحفظ وطلبت اخد منه صوره رسميه من النيابه. طبعا الموظفين قالوا لا ده ال 2019 اندشتت كمان مفيش صور رسميه. بحثت له في فهارس الاسره ان كان في دعوى انكار نسب مرفوعه ولا حاجه، لقيت بالفعل كان في دعوه مرفوعه واتفاجئت برضو النهارده. رفع الدعوه دي كانت بتاريخ كام؟ في لا المحضر في 2019. اما الدعوه اترفعت لحظه واحده. الدعوه اترفعت برضو في 2019. طب ايه رد الدعوه؟ اتحكم فيها في 30/3/2021 برفض الدعوه. ده كل اللي قدرت اجيبه عن الدعوه. يعني لما سالته طب هي راح الدين ايه؟ خلاص هو ما فيش. وبعدين الطفل كمان اتثبت باسمه، فالحل دلوقتي ان هو يسد كل النفقات اللي عليه. مالناش دعوه بالاثنين التانيين البنتين التانيين، خلينا في بنته اللي هي بيقول مش بنتي يعني. دي اساسي المفروض ما يتفعلهاش نفقه، وفي نفس الوقت هي البنت مالهاش ذنب وكل حاجه، بس برضه هو ليه يتحمل حاجه من غلطه مش غلطته؟ ده غير ان الزوجه او طليقته بتاخد مؤخر وعده ومتعه، اللي هو لو افترضنا صحه كلامه
من واقع الاوراق فهي ملهاش الكلام ده، ملهاش لا متعه ولا ولا نفقه زوجيه. لا ده هي بتاخد نفقه زوجيه وبتاخد مؤخر وبتاخد عدتها ومتعتها والاحكام من 2019 الاحكام خلصانه من 2021 كلها احكام نهائي، وكان عنده قضيتين لسه جداد النهارده برضه حبس. وطبعا كل ما بيسدش بيتعمل له تبديد، ما يسدش يتعمل له تبديد. فجيت ابص على الدعوه لقيتها واخده رفض. طب بساله اتصلت عليه يا ابني، طب انت دلوقتي هي راحت حللت انت طلبت؟ قال انا طلبت من المحامي ان هو يطلب من القاضي ان يحلل لها، والمحامي قال لي لا شهاده التحركات تغني. قلت له لا لازم تروح تحلل طبعا، افرض هي طلعنا لها شهاده تحركات ان في الفتره دي كانت عندك برضو خارج البلاد هناك. طب انت كنت فين في الفتره دي؟ اتفاجئت من كلامه من نفس ما قال لحضرتك برضو ان هو لما سالها يعني كان مغيب برضو او هو على الفطره برضو خالص، بس هو دماغه ما كانش فيه. فقال لي لما سالتهم قالوا لي ده هي حامل، وانت قبل ما هي كانت حامل قبل ما انا كنت حامل قبل ما انت تمشي، بس زي ما قال لحضرتك كده انا كشفت الدكتور فما اعرفش كان في تعليق واداني حقنه عشان خاطر ان ما اعرفش الجنين متعلق وايه. ضحكوا عليه بمعنى الكلمه يعني، ثبتوه على ما الاجراءات تخلص. بالظبط. وتفاجئ ان هو طول الفتره دي وهو معاهم كمان ان هم اشتكوه من وراه، يعني هو ما اتفاجئش الا بعدها. يعني هو كان عايش معاها وهي مشتكيه. بالظبط كده. مشتكيه بقى شكوى عباره عن ايه؟ شكوى النفقات، نفقه زوجيه ليها ونفقه صغار، واشتكته برضو دعوه طلاق ما اعرفش برضو دي لسه ما كشفش عنها. هو بيقول انا طلقتها في المحكمه. مش طلقتها في المحكمه ولا عند المأذون؟ لا دي كان سياده القاضي طلب شهاده الطلاق عم احمد عباده. قال لي انت طلقت فين؟ المأذون ولا دي؟ طلقت هنا وديته شهاده الورد. غيابي؟ غيابي بامر من القاضي. اما قال لي طلقت وكان معانا المحامي في الحته دي. فهو لا هو ما يعرفش حاجه برضو، فهو طلق كده برضو غيابي، والمحامي طلب منه قسمه الطلاق عشان يقدمها ان هي اتطلقت عشان يوقف النفقه الزوجيه بتاعتها. بس خلاص بعد ايه؟ فانا بحاول اعمل له اي اجراء قانوني. طبعا كل الدعاوي احكام نهائي. يعني احنا دلوقتي برضه عايزين نوصل لنقطه ايه الحاجه اللي ممكن نفيده بيها علشان ان هو يخلص من الاحكام دي وكمان يقدر يثبت ان هو الاحكام دي الاحكام كده كده عليه، لابد ان هو يسد الفلوس. طيب احنا دلوقتي الفيصل في الموضوع هو اثبات التحليل بتاع الجنين. بالظبط. ان انا لو قدرت اثبت ان البنت دي مش بنته فطبعا هيكون كده كانت في واقعه زنا، ولو في واقعه زنا ففي حبس. وكمان مفيش لها متعه، مفيش لها حاجات كتير، مفيش لها نفقه زوجيه. بالظبط. فمفيش يعتبر غير حل واحد في المحضر بتاعه اللي هو الموظفين بتقول عليه اندشت. احنا معانا صوره ضوئيه منه ان يتعمل فيه تظلم للمحامي العام او للنائب العام، ان يتفتح تاني ويطلع قرار بالتحليل. بس الدعوه ذات نفسها اترفضت، ولسه لحد دلوقتي برضو شغالين بنجمع له الاحكام اللي عليه والقضايا اللي عليه، لان زي ما قلت لحضرتك لسه التوكيل معمول لي مفيش اسبوع. انا دخلت على الشغل خلصان، بحاول اشوف له اي مخرج او اي مسلك قانوني ان انا اشتغل عليه. فلحد دلوقتي الدنيا كلها متقفله. هي واقفه دلوقتي على الموضوع، الطرق كلها متقفله، الاحكام نهائي، التنفيذ المحضرين بتنزل تنفذ ما لهمش دعوه. فانا عشان خاطر الغي الكلام ده كله لازم لي حكم محكمه، وفين الدعوه اللي ارفعها اللي تلغي الحكم ده؟ فطبعا الكلام ده استحاله. فمفيش قدامنا غير نشتغل على المحضر اللي هو كان معمول في 2019. ده الوحيد اللي المخرج بتاعه زي ما بيقولوا، عشان يقدر بعد ده كله ان هو يعرف يحل زي ما انا وحضرتك قاعدين كده ويديها حقوقها الشرعيه وهو برضه ياخد حقوق الشرعيه. طيب طلباتك الاخيره بقى يا استاذ حسام. والله انا بنشد السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي يقف جنبنا في المصيبه ديت والناس المسؤوله في الدوله ويطلعوا من اللي احنا فيه ده، مش عاوز حاجه. وطلب التحليل. ايوه ايه ويفتحوا له المحضر بتاعي. وال25 حكم اللي كلهم احكام غيابه عاملين حوالي 100,000 دلوقتي في المحكمه، اجيب منين وانا في المصيبه اللي انا فيها؟ مين هيديني؟ مين هيقف جنبي مني؟ يفتحوا لي المحضر بتاعي تاني ويرجعوا لجوا القضيه من اول وجديد تاني، ما يرضي الله. واللي هم شايفينه صح برضه استاذ القضاء يعملوه برضه ما يرضي الله. وانا مستعد من صباحه رب مستعد للتحليل في اي وقت، يحللوا لي. انا ما معيش فلوس، انا قاعد عايش اهو والبنت عايشه هناك اهي، يحللوا لي الاثنين. واللي هم شايفينه صح يعملوه. هعمل ايه اكتر من كده؟ ما يرضي انا مش عاوز الا ما يرضي الله وما يرضيش ربنا. يعني مكتوب على اسمي ويحط لنا نفقه كمان، يرضي مين في العالم؟ ما يرضيش حد. ماشي يا استاذ. يعني زي ما سمعتوا كده معانا مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، الواقعه اللي بيعيشها استاذ حسام دلوقتي بسبب
الأحكام اللي طبعا صدرت عليه حوالي 25 حكم مع بسبب مراته اللي طبعا خلفت بعد غيابه عنها بحوالي سنتين، رجع لقاها بتولد، وطبعا مش قادر لحد دلوقتي ان هو يثبت من خلال التحليل ان البنت اللي خلفتها زوجته خلال فترة غيابه ان هي بنته. ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم مشاهدة ومتابعة موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان في الواقعة بإذن الله هنا من المحافظة الشرقية، والسلام عليكم.